مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سنتك عالم لا غدا. جينز عادي جدا، مصمم في أوروبا ومصنع في آسيا، يباع في القاهرة. في السابق كان علينا الانتظار أشهرا طويلة إلى حين وصول البضائع من الخارج. أما اليوم ففي عالمنا المتسارع، عدد الكيلومترات بين القارات لم يغدو أقل، ولكن طرق النقل بينها أصبحت أكثر كفاءة. صناعة النقل البحري قطاع نقل ينتعش بالطراد، ولم يعد ممكنا تصور العالم بدونه. مهندسو السفن في ميناء مدينة هامبورغ، حيث البحث عن محركات وأشكال سفن المستقبل. أحدث محطة للحاويات في مصر، حيث إفراغ ما تنقله السفن يوميا من جميع أنحاء العالم. كنا في كلا المكانين وعاينا كيفية العمل. رأينا كيف يتم تطوير سفن المستقبل العملاقة، لكن إلى أين يجب شحن كل تلك الألاف من الحاويات التي تحملها السفن؟ فقبل أن تصل أي حمولة إلى مقصدها النهائي، يجب إفراغها في الميناء في محطات الحاويات. والهدف من هذه المحطات العملاقة هو معالجة أكبر قدر ممكن من الحاويات خلال فترة زمنية قصيرة. نحن ألقينا نظرتنا على محطة حاويات قناة السويس في بورسعيد، والتي تم تحديثها مؤخرا من أجل أن تكون أكثر أهلية للمستقبل. بورسعيد، ميناء مصر على مدخل قناة السويس وبوابتها على المتوسط، حيث تبحر سفن فولاذية عملاقة كل دقيقة. السفن السياحية والمصانع العائمة وحاملات الحاويات الضخمة جزء لا يتجزأ من المشهد هنا. وهكذا فإن السفن التي تحمل البضائع من كل نواحي الأرض تستفيد من خدمات شركة السويس للحاويات، لكونها مكانا مثاليا لتحميل وتفريغ البضائع بمقاييس عالمية. وسام يسري أحد مدراء قناة السويس للحاويات وأحد القلائل العارفين بخفايا وتعقيدات هذا المكان. الشركة عندنا بتتميز بموقع جغرافي متميز في العالم، لأن احنا على المدخل الشمالي لقناة السويس. القناة بيعد عليها جزء كبير من التجارة العالمية. بالنسبة للشغل عندنا هنا في الشركة، الحاويات اللي موجودة في الشركة أغلبها بتبقى حاويات ترانزيت. الحاويات دي بتيجي من جنوب شرق آسيا، المفروض الوجهة النهائية ليها سواء البحر الأسود أو شرق المتوسط أو جنوب أوروبا. شركة السويس للحاويات شرق بورسعيد هي أكبر ميناء للحاويات في مصر وثاني أكبر ميناء على المتوسط، حيث يتم شحن 3 ملايين حاوية سنويا. مليار دولار هو مجموع الاستثمارات في هذه المحطة المربحة. ده الرصيف بتاعنا، الرصيف كان في بدايته 1200 متر. لما تم عملية التوسعة بنينا 1200 متر تانيين، بقى طول الرصيف عندنا 2400 متر. عندنا 18 وينش من أوناش الرصيف، دي أكبر جيل من أوناش الرصيف في العالم. المحطة بحجم مدينة تمتد على مساحة 1,200,000 كيلومتر مربع. محور الميناء هو أوناش الرصيف التي تستخدم في عمليات تفريغ وتحميل السفن من جديد. سائقو هذه الأوناش يصلون إلى مكان عملهم عبر سلم خارجي أو عبر مصعد، وحسب القواعد العالمية لا يمكن للونش أن يعمل آليا من تلقاء نفسه، إنما هو بحاجة إلى شخص يمتهن قيادته بكثير من التركيز من على ارتفاع 40 مترا. قائد الوينش يحرك أطنان الحاويات الثقيلة بكل سلاسة، رغم أن كل حاوية يجب أن توضع بدقة لا تتعدى المليمترات في مكانها المناسب على سطح حافلة أو سفينة. هذه الأوناش التي يزن كل منها 2200 طن من الطبيعي أن تترنح أحياناً نتيجة للأثقال عند هذه الارتفاعات، لكن ذلك لا يؤثر على كفاءتها. احنا زي اي مصنع في العالم لما بيقيس المعدلات بتاعته، المصانع بتقيس بعدد القطع اللي تنتجها في اليوم، احنا بنقيس المعدلات بتاعتنا بكام حركة بنقدر نعملها في الساعة. يعني الوينش ده بيعمل حاليا اكتر من 30 حركة في الساعة، بمعنى بيعمل 30 تفريغ او شحن للحاويات في الساعة الواحدة، وده يعتبر واحد من المعدلات العالمية في الصناعة بتاعتنا. في هذه الأثناء يتم شحن الحاويات على الرصيف وفقاً لجداول صارمة. المركب اللي قدامنا دي إن شاء الله هتفرغ حوالي مثلاً 300 حاوية، وهنشحن اليوم برضه حوالي 400-500 حاوية.
تقريب كده ممكن تاخد منها 9 ساعات 10 ساعات عمليات. ميناء الحاويات كمستعمرات النمل، حيث لكل عامل مهمة محددة وطرق للنقل، ووجود 2300 عامل يتطلب قواعد صارمة وتنظيما دقيقا لسياقات العمل. زي ما احنا شايفين التراكس دي او العربيات دي مستنية دورها في الشحن والتفريغ. هنشوف الونش دلوقتي بيدخل على المركب بياخد الحاويات اللي عليها الدور وبينزل بيحطها على العربيات دي، بحيث انها بتروح بعد كده جوه الساحة بيتم تفريغها في المكان المحدد ليها. لا مجال للصدفة، فمركز التحكم يراقب سياق العمل بدقة. هناك موظفون أمام كمبيوتراتهم لمراقبة كل حركة في الميناء، وكذلك فإن كل الأوناش والأمكنة والحافلات موصولة ببعضها البعض عبر جهاز كمبيوتر مركزي. احنا حاليا هنا المكان ده بنسميه تاور كنترول او المكان مركز التحكم بالنسبه للمحطه. كل الاتصالات بتتم هنا عن طريق الاجهزه الوايرلس او الراديوهات. هنا في مركز التحكم زي ما احنا شايفين الناس كلها مع الشاشات تقدر تبقى عارفه اماكن المعدات فين، اماكن الاوناش، بيكلموهم عن طريق الراديو، بيوجهوا الناس المشغلين الاوناش بحيث ان هو بيدخل على اي المركب اللي يدخل عليها، بيشتغل كام حاويه، المواقع اللي هينزل فيها الحاويات ايه، برضو بيكلموا الناس اللي هم سواقين اللي شغالين في التراكات، الاماكن اللي يروح عليها عشان يودي الحاويه بتاعته اللي على التراك او ياخد حاويه جديده مكانها. فده نقدر نقول ده العقل المشغل لجميع العمليات الموجوده في المحطه. بعد التفريغ يجب نقل الحموله بسرعه لان البضائع غالبا ما يجب ان تبقى بارده. يتواصل السائق مع مركز التحكم عبر كمبيوتر. سعة المحطة تصل إلى إمكانية تخزين 5,460,000 حاوية. احنا عندنا في الميناء 145 طوق هم الموجودين فعلي. أقصى سرعة لينا في الميناء 25 كيلو في الساعة. أقصى حمولة تركب يشيلها الماكسيموم بتاع الترك هو 65 طن. ولكي لا يغرق الميناء في فوضى الحاويات، فإن هناك 67 ونشاً متحركاً تتحرك على إطارات مطاطية، وهي قادرة على تصنيف وتكديس الحمولات المختلفة حسب المطلوب. هنا يعمل الإنسان والآلة بشكل وثيق، حيث على السائق التوقف بدقة متناهية في المكان الذي تحدده الأوناش. بعد ذلك يتم نقل الحمولة إلى المبردات. الأطعمة المجمدة من جميع أنحاء العالم تتطلب عناية خاصة في النقل، فمن غير المسموح انقطاع التبريد بأي حال وإلا فسدت البضاعة. حالياً احنا موجودين في جزء مهم جداً من الشركة، الجزء ده هو اللي بيتم فيه تخزين الحاويات الثلاجة. زي ما احنا شايفين كل الحاويات اللي حوالينا لونها أبيض، الحاويات مدهونة بلون أبيض، ده الغرض مهم ان هو عكس عشان تعكس درجة حرارة الشمس. ده من أهم الحاجات المدهونة عشان الحاويات باللون الأبيض. إلى جانب أن الحاويات دي بتم توصيلها في المكان ده، بتوصيلها بالكهرباء، لأن الحاويات دي زي ما احنا عارفين زي التلاجات الموجودة عندنا لازم تاخد كهرباء. زائد الجديد عندنا موجود هنا داخل المحطة أن الحاويات دي بتم توصيلها بكابلات داتا. كابلات داتا دي بتبقى واصلة لحد المكتب الرئيسي داخل مبنى الموجود بالشركة. عن طريق الداتا اللي بناخدها من الحاوية نقدر نعرف درجة حرارة الحاوية موجودة كام دلوقتي، هل في أي مشاكل في التهوية أو درجة الرطوبة. كل حاوية ثلاجة مزودة بكمبيوتر يمكن التحكم به يدوياً. يخزن البيانات عن مجمل طريق النقل، وهكذا يمكن التأكد في الحالات الحرجة مما إذا كانت البضاعة قد بقيت مثلجة في كامل رحلتها أم لا. إلى ذلك يجري مراقبة 800 حاوية ثلاجة من خلال نظام ريفكون. ريفكون سيستم دوت متوصل بكل الحاويات الموجودة في ريفر يارد، من خلاله بنقدر نتابع الحاويات ودرجة حرارتها سواء السباي أو الريتيرن، الحاجات اللي هي درجة الحرارة الداخلية في الحاوية الثلاجة. في نفس الوقت ممكن لو في أي ألارم ظهر أو أي ديفكت أو أي مشكلة حصلت أو حتى اختلاف في درجة الحرارة بين المانيفست وبين الأكشوال سيتنج الموجود في الحاوية بيبان عندي في هيئة ألارم. بمجرد انقطاع إحدى الحاويات الثلاجات يرسل النظام إنذاراً ليصل على التو فريق التصليحات لتصليح الأعطال وإنقاذ الحمولة.
هذا الرصد يستمر قائما على مدار الساعة دون توقف، فكل دقيقة مهمة جدا لأن الحرارة الخارجية في بورسعيد عالية جدا، ولذلك يجب تشغيل محطة الحاويات بأمان وكفاءة. الرقابة المستمرة مهمة، كما النظر للمستقبل فهو مفيد أيضا. أنا عندي هنا دي الساحة كلها موجود عندي، وكل رمز من ده عليه رقم، الرقم ده هو رقم الونش أو رقم الارتجي. أنا بعمل نوع من التنبؤ أو التوقع، بحيث أن أنا قبل ما الشغل بيوصل للمكان جوه الساحة أنا ببعت الونش في المكان ده، بحيث أنه لما الشغل يوصل يبقى الونش مستنيه، فبالتالي يبقى فيه سرعة في العمليات، وبالتالي الرصيف يفضل عليه تركات الفاضية بتاعته عشان يفرغ، أو تركات المحملة بحاويات الشحن المطلوبة للمركب. وطول ما الرصيف عنده الشغل بتاعه، كل ما ده معناه أن ممكن الونش على المركب يشتغل أكتر، فإنتاجية أكتر، فإن أنا أخلص المركب للعميل وأعمله نوع من الإرضاء كل ما كان أكتر، وده المنترجت بتاع الشركة أن احنا نوصل لأقصى إرضاء للعميل. عمال شركة السويس للحاويات يعملون بعناية على تخليص معاملات الترانزيت بين بقاع الأرض، ولذلك يحركون يومياً أكثر من 6000 حاوية لحوالي 7 سفن قادمة أو مغادرة. يوم عمل يصل لنهايته لتهدأ الأوناش. زيارتنا إلى شركة السويس للحاويات أثبتت لنا مدى أهمية محطات الحاويات الحديثة للشحن البحري والاقتصاد العالمي. من المؤكد أن السفن من كل أصقاع الأرض ستبحر هنا غدا. هذه كانت حلقاتنا لهذا اليوم والتي كرسناها للملاحة البحرية في المستقبل. في حال لم تصابوا بدوار البحر وأردتم معرفة المزيد، زوروا موقعنا على الإنترنت www.scitech-tv.com أو صفحتنا على الفيسبوك. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة.